بعد عمر طويل الله يحفظك ودخلوك بالحفرة من تموت يعني تستنجد بمن؟ استنجد إيه؟ ممكن على ابن ابي طالب هو بالشفاعة سلام الله عليك يشفع لنا سلام الله عليك يا ابو الحسن الحسن سلام الله عليك هو يشفع لنا إيه؟ ليش اختاريت علي بن ابي طالب من ضمن هاي الائمه كلهم؟ شوف هسه من جيب طار علي جسمك سلام الله عليه جسمك كله هو ابو الحسنين هو يشفع لنا هو يعني هي هاي الولايه اللي يقول لك بعالم الذر طبعا إيه؟ هي الولايه فيه. بعدين هو ولايه علي حصني من يعني دخل حصني امن من عذابي بس الولايه تكون انت مو فقط انت تقول انا اوالي على ابن ابي طالب كنت بسلوكك كل ما تختار احد ما تاكل حرام إيه مو كله لا شلون ذنك كلهن هو بس شفاعته يعني اي والله شفاعته هو يم هناك هو اللي وقف لنا